يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى رد الإمام مالك رحمه الله على من سئل عن الاستواء دليل على عدم جواز الإجابة على هذا السؤال في عصرنا الحاضر خاصة؟ الإمام مالك يا أخي ما أنكر السؤال عن الاستواء، أنكر السؤال عن الكيفية، لأن السائل يقول كيف استوى، السائل ما قال ما معنى استوى، قال كيف استوى، أخبرني عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، أنت ما قرأت السؤال علشان تعرف. نعم.